شوفوا مشاركة أخرى هذه المطار من مدينة تطوان، لأن واحد المجموعة ديال الجهات من مدينة تطوان غنتعرفوا من خلالها على وصفات تطوانية، وصفات جديدة واختصاص المنطقة. معنا السيدة ملكة اللي غتعطينا وصفة جديدة من الوصفات نتاع هذه المدينة الجميلة. ملكة صباح الخير ومرحبا بك معنا. من الأطباق المتميزة أيضا في مدينة تطوان البريوات نتاع الدجاج المشرمل، غنشوفوا السيدة ملكة غتعطينا الوصفة. ملكة أهلا بك ومرحبا بك. أهلا لله بارك الله فيك، مرحبا بك معنا تطوان. عندنا لله واحد الفروج 2 كيلو زائد مع 3 فصيلات كبار، جوج دوين 6 كبار، معدنوس، قرفور، حبة فلفلة حمراء كنقولوا في تطوان فلفل مغول، شوية زفزار، معلقة صغيرة زفزار، زعفران، إذا كان كاين زعفران شعرة تاعو مزيان، زعفران حر، فلفلة حمراء غبرة، هي معلقة فلفلة حمراء، معلقة سكنجبير، شعرية فينية، ربع كيلو، أحسن ما يكونش بزاف باش ما كيجيش يغلب على الدجاج، كيلو د الورقة، زيت بلدية شوية، زيت عادية، سمن، وقلب الليمة. حامض من مرقد القلب ديالو سواء تخلطو مع ديك الدجاج. نعاود لك المقاد، واحد الفروج كبير ديال 2 كيلو زائد 3 بصلات كبار، جوج دوين الثوم كبار تا هما، معدنوس قفو، هاد القيمة كاملة يمكن لك تطحنها في الاندوستريز باش كتجي من احسن مزيانة، فلفلة حمراء حبة فلفلة حمراء ناخد لك فلفل من الصوص الموغول، الفلفل زعفران شوية بالفلفل الحمر، سكنجبير، شعرية ثانية، عزلة صغيرة ديال 4 كيلو، كيلو بالورقة باش كيطلبو فيها هاديك الفلاوات، زيت زبدية شوية، زيت عادية وشوية سمن، وقلب الليمة محمر، اللي كيبغي طريق من طبيعة الحال بحال يعمل، اللي ما كيبغيش الحال ما يعملوش، هذا الطريقة كتبدو الفروج طبعا كتحطو في الكوب، يمكن لك تبيتو في الثلاجة باش كتحيد لك هادي، من بعد كتبدو ديك الفروج كتقطعو طرف ما تخليهش يسخح. كتخبطها في الصال معاهم الثوم اللي كرهو لك، معاهم ديك السلسلة اللي كتقطع حمرا كطحنا معاهم، كتزيدهم ديال الزعفران والزعفران، المهم في القامة كلها كتزيدو من أحسن زيت في الثلاجة، كتفتح فيه ديك الليمة كتزيدو في الثلاجة باش كيخمر ديك القامة ديال مزيان، من غدا كطيبو اللي كطيبو كتحيد ديك الدجاج، ديك القامة كتخبط ديك البيرميسيل وكتعملو في الزوج الصينية، كتعملو في الماء من بعد كتعملو في ديك القامة. كتقطعو طرطاف كتخلطو مع ديك القيقامة مزيان، كتبط الدجاج كتحيدو من العظام كتقطعو مع عوتوما طريفات كتخلط معاهم ديك هاديك الصينية، كتقبط كدلويهم الطريقة اللي بغيتي فيها، بغيتيهم بغيوات بغيتيهم قرنطاس ما بغيتيهم تعمل منهم، بغيتي طيبهم في الفران كطيبهم في الفران، بغيتي تخليهم في الزيت تخليهم في الزيت. نعم مليكة شكرا على هاد الوصفة هذه، وأكيد يعني الدريوات كنعرفوا بأن من الأطباق الجميلة اللي كيبغيو وليداتنا كاع الأطفال الصغار كيبغيو هاد الدريوات وهادشي اللي معمر المادحين، إلا عندك فكرة أخرى ولا شي وصفة أخرى اللي تتميز بها المنطقة. شكرا أختي الجديدة، غنعطيك دريوات أولا قرنطاس اللي بغيتي ديال كاشر كتعمل، حنا طبعا في تطوان طفولة منتظرة لما كتدخلو الكاشر كتخبط وحدة حرة وحدة عادية، كتعمل إذا عملتي كبيرة كتعمل معاها فرماج مثلث كتعمل كاخا 24، إذا كانت صغيرة كتعمل كاخا 12، كتعمل معاهم الزعتر كتبط ديك المنطريلة وكتحك كتفكفج مزيان وكتبط ديك فرماج كتقطع قطع قطع ديك الطريقة حتى كتفتح حتى كتفتح حتى كتخلط كتخلط كتكشي كلشي مع بعضو، كتعمل الزعتر كتخلط مزيان كتزوج ليك بحال عجينة. بعد بغيتي تعملهم بغيوات كتعملهم كتعد الكويرة وكتلويهم بغيوات، بغيتي تعملهم قنينطات كتعد لهم طول وكتلويهم قنينطات، كتخليهم في الزيت أحسن تخليهم في الزيت. نعم تبارك الله عليك، يعني البريوات نتاع الدجاج المشرمل هذوك من الافضل يكونوا في الفران كيجيو زوينين، ولكن بالنسبه لهذو اللي بالكاشر احسن يتقلاو في الزيت كيجيو احسن. ايضا البريوات ماشي غير ديال الدجاج والمشرمل، تنعرفوا بان يعني مجموعه من المدن ومن بينها مدينه تطوان معروفين بالبريوات ديال الجبل. نشوفوا السيده فاطمه الزهراء الدوري غتعطينا الوصفه. تفضلي فاطمه الزهراء. نقدم لك جليلة واحد الطبق هذا قديم جدا، و
عذرا هذا التنجل معسل وغنرجعوا مرة أخرى للبريوات نتاع الجبل. برنجان معسل كنحتاجون كيلو دي برنجان بالحجم الصغير غاوعين شوية بالقرفة وعود النور قليل من قفزة الطيف ونصف كيلو السكر. كيلو دي برنجان بالحجم ديالهم صغيرات صغيرين بزاف كنفطروهم خصوصا هذه يمكن نقولوها حلوة. شوية القرفة وعود النور شوية عود النور قليل من قوزة الطيب نصف كيلو السكر. الطريقة كنصبو ديك البرنجات وكنعملوهم في الماء ليلة كاملة كنخليهم في الماء كتكون ديك الطحولة ديالهم وديك الماء كيدخلو من الداخل باش من بعد كنسلقوهم في الماء أولا نبخروهم بعد كنشبو ديك السكر وقليل القرفة وعود النور وقليل من جوز الطيب وكنعملوهم الحين كنبخروهم كنعمل عليهم هاد المواد هادي كاملة وكنعمل عليهم ديك السكر وكنخليهم يتعسلو. طبعا كنملي لهم شوية د الماء شوية ماشي بزاف مع ديك السكر على النار مليلة حتى كيرجعو اللون ديالهم. طبعا البرنجال الأرض ديالهم كحل ما هادو ما كنقشروهم شي كنخليهم غير كنشقوهم باش كيدخل فيهم ديك هاديك كنخليهم على نار هادئة كيتعسلو كنعملوهم في واحد القرعة دباج كنحتفظو بيهم كنجبدوهم كي المدة ديالهم طويلة كيبقاو لأن معسلين ما كيوقع لهم حتى شي حاجة وكنعملوهم في القرعة كيما قلتلو كنقدموهم مع القهوة من بعد الأكل. يمكنك تقدم مع القهوة أو بوحدهم كيجي المذاق ديالهم لذيذ وحتى المنظر ديالهم كيجيو زوينين. نعم كيف ما قلنا هذا كان الدنجال المعسل اللي قدمته لنا السيده حمزه. دابا عاد غنشوفوا البريوات نتاع الجبن اللي قدمهم لنا السيده فاطمه الزهراء الداودي. فاطمه الزهراء مرحبا ونتعرفوا على هاد البريوات الجبن. نقدم لك جميله واحد الطبق هذا قديم جدا وباقي لحد الان الناس كيعملوه طبق مرق القراع الاحمر. المقادير كنحتاج نص كيلو بالقرع احمر ثلاثة بالبصلات 100 بالجرام العدس كنشمخوها قبل ما مش نهيئو هذا مثلا في الليل ربع ملعقة صغيرة الزعفران وملعقة صغيرة الإزار ملعقة كبيرة الليدان بالخلاء وكاس الزيت شوية السكر لتحلية الطبق هذا. نعاود المقادير نص كيلو ديال القرع الأحمر ثلاثة ديال البصلات 100 جرام ديال العدس مشمخة ربع ملعقة صغيرة ديال الزعفران وربع ملعقة ديال الإبزار وواحد الملعقة كبيرة ديال الدم ديال الخلية وكاس الزيت وشوية السكر باش كنحليو هذا الطبق هذا. الطريقة ما أن عندنا العدس مشمخة كنطيبو هذا الطبق هذا إما في طاجين بصلة كنقطعو البصلة على شكل حلقات وكنعملوها هي تحت في الطاجين بعد كنعملو عليها ديك الليدان ديال الخلية والزعفران والإزار والملح وكنخليو الجميع يتعرق فين كيتعرق كنقطعو ديك القرع الحمراء إلى قطع صغيرة وكنعملو العدس ونسيت ما قلتلك شوية الزبيب بعد كنعملو شوية السكر وكنعمرو عليهم الماء وكنخليهم على نار هادئة من الأحسن إذا كان يطيب على طاجين على المجمر بالفحم حتى كيطيب كيجي هذا طبق قديم بزاف ولذيذ في نفس الوقت وخا هي في ديك اللي دم دخلية والسكر باش تخمم القرعة الحمراء تقولوا هذا طبق كيجي ولكن كيجي لذيذ طبق قديم. شكرا سيدة جميلة. البريوة الجبن كنجيبو مثلا كيلو جبن بلدي أولا كيلو ونص الجبن حيت الجبن بلدي ملي كنجيبوه كنشبروه كنعملوه في واحد
ثوبك الحياتي، ديك ثوب الحياتي كخصو كيشرب الماء، كنلوو فيه ديك الجبن واحد الليله، بعد الصباح عاوتاني نبدلو له الدراس، كنبدلو ثلاثة درر أو أربعة درر كنبدلوهم، كيهبس ديك الجبن، ملي كيهبس ديك الجبن كنشبرو واحد كنحكوه، كيفاش؟ كنجيبو مثلا كيلو ديال الجبن، كنجيبو له أربعة البيضات بلديين، الراس المعلقة ديال المسكة، كنعملو في ديك الجبن والبيضات، وكندقو ديك المسكة، ديك المسكة مكتندقلناش بسهولة، كندقوها إما مع شوية السكر، إما مع شوية الطحين، باش كتصدق مزيان. كنخلطوا ديك الجبن مع البيضات ومثلا جوج معالق الماء زهر، كنخدموا ديك الجبن مزيان الماء زهر والبيضات والمسكر، من بعد كنكوروه على كويرات ديال الكبسه كبيره، من بعد كنشبر الزورقه كنقطعوهم طوال مستطيلات، ديك الساعه كنطويوهم مثلثين، كنقليوهم في الزيت، كيكون عندنا النيفار طايب، النيفار كنشبروا طاسه ديال الماء، طاسة ثلاثة الماء، ثلاثة السكر، كاس الماء زهر، نص الليمونة، كنعملهم يغليو مع بعضهم، كيغليو كيرجعو بحال عسل، كيكون عندنا واحد شوية ديال اللوز مهرمش، ملي كنزولهم النيفار، كنعملهم في طبقين، كندردرو عليهم ديك اللوز مهرمش.